يوم تصعيدي بامتياز اليوم في العراق، سيما وأنه أعلن جهاز الأمن الوطني تعرض مقره لهجوم صاروخي. بالتالي من المستفيد اليوم من قصف قوة أمنية عراقية مثل الأمن الوطني؟ وهل لهذا القصف برأيك علاقة بقصف السفارة الأمريكية اليوم؟ نعم، تحية مسائية لك ولضيوفك وجمهورك وللعراقيين جميعا. يعني بدءا نقول بأن الواقع العراقي في الفترة الأخيرة شهد الكثير من الانحناءات والانعكاسات وربما حتى الاضطرابات، لكن ما يطغى على الجميع هو الخلاف أو الحرب الباردة أو الناعمة التي بدأت بالظهور بين الفصائل المسلحة وبين القوات الأمريكية والرد العنيف. وبالتالي حكومة بغداد تتعرض ربما لثلاث تحديات كبيرة وخطيرة، ربما قد تصل إلى مرحلة إسقاط الحكومة والمنظومة بكاملها، باعتبار أن اليوم ردود الأفعال ستكون قوية وربما ستكون لا قدر الله دموية، إذا ما عرفنا بأن القوات الأمريكية أعلنت استعدادها للرد العنيف واستهداف المقرات، بل استهداف بعض الشخصيات التي قد تكون هي جزء من العملية السياسية. إذن سياسة الاحتواء التي مارسها السيد السوداني طول فترة سنة كاملة بدأت بالإضمحلال، أو ربما قد انتهى عمرها الافتراضي ودخلنا مرحلة الصراعات من أوسع الأبواب. أضف إلى كل هذا الواقع الداخلي المتشنج المترنح، خاصة مع بداية العد التنازلي للانتخابات وما شكلته من تحديات، فهناك جهات ضاغطة على عدم إجرائها في حين يصر الإطار وبعض القوى السياسية الأخرى على إتمامها، الأمر الذي أربك المشهد. لكن بكل تأكيد الأيام القادمة ستكون أكثر تعسفا أو أكثر إضرارا بالعراقيين ككل، جيد، باعتبار أن أمريكا لديها أكثر من عامل ضاغط، لكن سيكون أبرزه العامل الاقتصادي الذي سينعكس سلبا على الحياة ككل الحياة في العراق.